معك مهند من بن حموده للسيارات. احنا بنتكلم اليوم عن السياره الزد ار 2 ال 6.2 ل 10 غيار 420 حصان. زي ما انت شايف طبعا هنا الليتات ال اي دي، الهوكات الحمر، الليتات كلها ال اي دي طبعا، الشبك كله مفرغ حتى العلامه مفرغه للتهويه. السياره عليها الرفارف، الرنجات اي اس 18 انش والطواير 33. فيها جنبينات اللي هي اسمها مالتي ماتكس تبع الاوف رود، رالي اوف رود طبعا، بتنزل على السيارات اللي هي الرالي اوف رود فقط. هنا في الخياطه الجلد، كربون فلاش، سماعات بوز، دواسه متحركه، تبريد وتسخين في الكراسي، فتح السقف، جير الارضي ل10 غيار، العداد الديجيتال والشاشه الجديده، الرادار الامامي، تنبيه الخروج عن الحارات، نقاط عمياء على البدايات، وخمس كاميرات وهيد اب ديسبلاي.